لحظات لو في اثر في زي الحد الادنى من العمل الساعه يوميا عشان ما انامش احس ان انا مقصر، نعم عفوا، لو في اثر في ذلك، اثر فيه في يعني زي الحد الادنى من طاعه الله عز وجل يوميا عشان ما انامش احس ان انا مقصر في جنب الله. ما فيش حد ادنى، حد الادنى الصلوات الخمس في جماعه طيب وتمسك لسانك. في يعني ليا صديق اخ في الله، فيعني هو في موضوع انكار المنكر وكده، انا ارى ان هو يسترسل قوي في الموضوع وبيستزيد قوي فيه، يعني بيقول انا مش عايز اقف عند اضعف الايمان اللي هو الانكار بالقلب، فانا عايز كل واحد اشوفه في الشارع مثلا ماسك سيجاره او واقف مع واحده او بيعمل اي منكر ايا كان ومشغل اغاني، اقف لكل واحد امره وانهى، امر معروف عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال اسمع الكلام للآخر. قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا أحد الأقوال: فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع قف حتى لا يتأتى الفساد، والله أعلم.